مديريه حمايه المستهلك في عندنا جوله روتينيه بدنا نقوم فيها نتاكد من سلامه المواد الغذائيه اللي عندك، من تواريخ الصلاحيه والسلع اذا كانت مسعره ولا لا. من شروط التعليم اسم المنتج، الوزن، الصلاحيه والمكونات. كل هالمواد هالملاحظات بدها تكون مدونه على الغذاء. الدولة تعمل بين الحين والآخر إلى تسعير، إلى إصدار مجموعة قرارات تحدد فيه سعر السلع، بعض السلع مثل الخبز لازم تكون 1120 جرام، وهو مؤيد عليه هنا 1120 في قرار تسعيره 1500 ليرة لبنانية. بس هو من الضروره بموجب القانون انه يكون عارض لكل كل المعلومات عن اي بضاعه معروضه للبيع. يمنع منعا باتا صحيا نحن اللي بنعرفه ببيوتنا ومن خلال تجربتنا بالسوق وضع المنتج السخن في داخل شو ابواب بلاستيكيه. حطينا نحن الميزان داخل اللحم مبين انه 4.2 او 4.5، هذا بدل على انه البراد برودته سليمه. وزارة الاقتصاد جايين نحن دورية رسمية، معنا تكليف ومعنا كل شيء طبعا. أشياء مقطعة ومطبوبة في البرادات بلا ما نعرف. هذه الجبنة شو محليينها مشان ما ايه؟ هذه محليها لأنه مالحة كثير. هي معمولة قصب مفتحة لحتى يمرق الهواء بقلبها ويبرد. اوكي، فهودي ممنوع يكونوا هيك، اذا مصدق اذا كذا بدك تاخذهم ترجع تدهنهم. خلص مدته وبعده عم يستعمل. للاسف هلا الشيف عم بيقول هو 2010 انه لما عم تنتهي الصلاحيه عم بيفرزهم على اساس يعود يستعملهم. غلط، هذا الشيء غلط. يوم طبعا حيتم تلفون فورا. حطني بس بيفور سي اون ذا كفر. وين الكفر؟ ما في عليها تدريب. طيب هذا المطعم محول 3 مرات على النيابه العامه يا استاذ فليفل، وانت بتعرف هالشيء صح؟ طيب بعد عنده مخالفات، كيف تتعامل معه؟ هلا هون القضاء لما بصير فيه عده مخالفات، القضاء بصير يحكم بالارقام العاليه من الغرامات. بس هيئته مدعوم. نحن علينا نعمل اللي علينا، من كون الملف نرسله للقضاء. نعم. لما بصير بالقضاء ما بعود إلنا الحق نحكي فيه. دكتور برو، هالمطاعم المدعومة لاحظت يعني ويعني ما بيقدروا مصلحة حماية المستهلك أو مديرية المحامين أو حتى بالصحة أو ياخذوا قرار بالإقفال لأنه كله مدعوم. طيب هالمواطن اللي عم يدفع هذا الثمن لمتى؟ يعني حتى تكتمل الشروط الضرورية للموضوع. خلينا ناخذ نقيب أصحاب المطاعم بول عريس شو بيقول بيردوا على هذا الموضوع. القطاع تبعنا بيخضع لعدة أجهزة مراقبة، الضبط السياحية بوزارة السياحة، الشرطة السياحية بوزارة السياحة، حماية المستهلك من وزارة الاقتصاد والتجارة، المراجع تبع الصحة يلي تبعين للمحافظات، وأهم شيء أهم شيء الأخلاقيات تبع أصحاب المؤسسة. كل كل هالمراجع الرسمية عم تقوم بوظيفتها، وكرمل هيك والحمد لله أنه ما بيصير عندنا شكاوي. يعني بعرف أنه صيفية الماضي
ما اجى الا بركي شيء 20 شكوى بركي يعني هذه اذا كثرت على حمايه المستهلك بالنسبه للتسمم ولا افراد. من بعد التدقيق طلعت ثلاث ارباعها من وراء الجبنه الخضراء يعني. ولكن ما صار ما عم يصير في عندنا حالات تسمم بالمطاعم، نحن عم نمرق بوضع تطور كثير كبير لصناعه المطاعم بلبنان. يعني باخر ثلاث سنين تأسس ما لا يقل عن 600 مطعم جديد 90% منهم ببيروت الكبرى. بحكم المضاربة بحكم السيستم اللي اتبعوه عدد كبير من المؤسسات اللي هو الفرانشيز يعني باع الاسم تبعهم والنوهاو تبعهم بالبلدان العربية مجبورين المؤسسات المطعمية يطبقوا قوانين السلامة الغذائية يلي هي الهسب والايزو. ما حدا بيقدر يسمح لنفسه اليوم انه يغلط بالسلم بالنسبه للسلامه الغذائيه بطير من السوق. المضاربه كثير كبيره وكلهم عندهم سمعتهم وعندهم شهرتهم والاستثمارات تبعهم يلي بدهم يحافظوا عليها. ليش المطاعم بلبنان ما عندها تصنيف؟ لا المطاعم بلبنان عندها تصنيف، في تصنيف بوزاره السياحه، ولكن قصص التصنيف تبع وزاره السياحه بترجع للقوانين يلي انعملت بال 1960 من القرن الماضي وبعد لهلا ما تحدثت. اليوم المستهلك اللبناني منه غبي، وقت بفوت على حل مؤسسه بده يدفع المينيموم فيها، بده ياكل منيح، بده يقعد منيح، بده انه الخدمه تكون ممتازه، بده انه النظافه تكون ممتازه، بده انه كل العوامل اللي بتخليه يكون مرتاح ومطمئن تكون موجوده. اذا عامل واحد من هالعوامل كان مفقود سكر المحل.